استشهد وجرح عشرات المدنيين مساء أمس الثلاثاء جراء استهداف طيران النظام أحياء عدة داخل مدينة إدلب. وقال مراسلنا في إدلب إن القصف استهدف أحياء الضبيط ودوار النخلة ومرآب الصحة، وقد سارعت فرق الدفاع المدني لانتشال الجثث من تحت الأنقاض. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مفدنا إلى إدلب أحمد مكسور. أحمد، بداية، ما هي المناطق التي تعرضت للقصف داخل المدينة، وما هي الحصيلة النهائية لأعداد الضحايا تقريبا؟ اهلا بك غنى، مساء الخير لك وللساده مشاهدي حلب اليوم. حقيقه غنى، البارحه ظهرا تم استهداف احياء مدينه ادلب بالكامل تقريبا من قبل الطيران الحربي الروسي والمروحي السوري. الاحياء التي استهدفت هي احياء الضبيط ودوار الزراعه ومرآب الصحه ومحيط جامع عمر بن الخطاب في المدينه. تم استشهاد حوالي 10 أشخاص، غالبيتهم نازحين إلى المدينة من ريف حلب الغربي نتيجة القصف الشديد الذي يتعرض له الريف الحلبي. وهناك حوالي 35 جريحا، معظمهم نساء وأطفال. طبعا المشافي والعيادات في مدينة إدلب غصت بالجرحى وطلبوا تبرع للدم، وتم نقل بعض الجرحى إلى مشفى باب الهوى الحدودي. سارعت طبعا فرق الدفاع المدني لانتشال الجثث وإنقاذ الجرحى، وحالة هلع سادت المدينة. ومن بين الشهداء غنى هي امرأة حامل قتلت مع جنينها في القصف الذي تعرضت له أحياء إدلب البارحة. اليوم منذ الصباح الباكر كرر الطيران الحربي الروسي استهدافه لأحياء المدينة. منذ الساعة 8:30 صباحا تم استهداف جامع شعيب غرب المدينة، وتم استهداف منطقة قرب جامع الأبرار واستهدف المشتل. الآن غنى وأنا أحدثك تم استهداف ملعب البلدي شمال غرب المدينة، ولا معلومات حتى الآن عن الشهداء. تحصيل الشهداء هذا اليوم هي 7 شهداء، وهناك عدد كبير من الجرحى. نعم. طيب أحمد، كيف كان رد الثوار على المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في مدينة إدلب؟ نعم غنى، البارحة مساء تم استهداف كفرية والفوعة بالقذائف من مدينة إدلب ردا على القصف الهمجي العشوائي على المدينة. لا معلومات عن إصابات في كفرية والفوعة. طبعا الثوار أيضا يستخدمون مضادات الطيران لمحاولة منهم لإسقاط الطيران الروسي، لكن الطيران الروسي يحلق على مسافة عالية فلا يستطيع الثوار إسقاطه. طبعا غنى، الوضع في المدينة، المدينة شبه فارغة، الحرب لا يزال في أجواء المدينة، وحالة هلع تسود المدنيين. نعم، شكرا لك أحمد مكسور، كنت معنا من إدلب.